مساء الخير على حضراتكم، واهلا بكم معانا ويوم جديد من الحياه اليوم، ويوم غير اي يوم، يوم بنفتكر فيه بكل العرفان والتقدير تضحيات المصريين على مدار السنين، تضحياتهم في سبيل تحرير الارض، اغلى رقعه علينا كلنا في جمهوريه مصر العربيه وهي ارض الفيروز سينا. وبقول على مر التاريخ والتضحيات مستمره لانه يعني دفعنا كتير ارواح شهدائنا وقوه وعزيمه المصريين. الذكرى ال 42 لتحرير سيناء احتفال مهيب بنشهده كل سنة، ولازم طبعا نفتكر شهدائنا ونتوجه ليهم طبعا بكل الشكر والتقدير ورحمة الله عليهم جميعا. والمعركة ما زالت مستمرة الحقيقة، لما اتكلمنا وتابعنا كلنا على مدار العشر سنين اللي فاتوا معركة لتحرير الأرض من الإرهاب والفكر المتطرف، وكمان معركة تانية للتنمية والعمران، والحقيقة الاتنين حصلوا بالتوازي. ف يعني كل التحية لكل المصريين، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصرنا يعني آمنة مستقرة ودايما في تقدم بإذن الله تعالى. بالمناسبة دي عايز أقول لحضراتكم زميلي العزيز شردي موجود النهاردة في سينا، وحلقة خاصة هنزحها على حضراتكم بعد شوية علشان نشوف إيه اللي بيحصل على الأرض، التنمية، المشاريع اللي شغالين فيها واللي عملناها بالفعل، عدد من اللقاءات عملها شردي مع يعني كبار مشايخ وقبائل سينا علشان نشوف حجم التطوير والتنمية اللي حصلت، وكمان نشوف مردود ده على أرض الواقع بالنسبة للحياة في سينا بشكل عام. فقرة خاصة هتكون بعد شوية مع حضراتكم. لكن بالنسبة لأخبارنا النهاردة، خليني أقول لحضراتكم النهاردة في حدث مهم هتشهده الدولة المصرية، وهو انطلاق فعاليات البطولة العسكرية للفروسية. البطولة دي بتنظمها مصر، وتحديدا ده هيحصل في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا البطولة دي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيشهد الاحتفال وانطلاق فعاليات البطولة بعد شوية. بطولة هيشارك فيها 11 دولة، طبعا دول عربية، بنتكلم مصر بطبيعة الحال، ليبيا، قطر، الجزائر، الكويت، تونس، سوريا، العراق، السعودية، الأردن والإمارات. وطبعا يعني البطولة دي جاية تتويجا أو إزاي برضو نعمق طبيعة العلاقات على مستوى طبعا الجيوش العربية من الناحية العسكرية ومن الناحية كمان الثقافية. والحقيقة لما حصل كمان مؤتمر صحفي علشان يشرح فيها فعاليات هذه البطولة وأهميتها، إزاي في عدد كبير من الشركات الوطنية هيكون رعاة لهذه البطولة، كمان تفاصيل كتيرة عن، وانا بقول حضراتكم في مدينه مصر الالعاب الاولمبيه، فقد ايه البنيه التحتيه والحاجات الانشاءات العظيمه اللي مصر قامت بيها، فاصبحت بالفعل الدوله المصريه ومن خلال مدينه مصر الالعاب الاولمبيه مؤهله لاستضافه كتير من الفعاليات الاقليميه والدوليه. طيب نرجع لملفنا اليومي. بكل تأكيد لازم نتكلم على الأوضاع في قطاع غزة والتحركات المصرية لمواجهة طبعا سوء هذه الأوضاع، وكمان التخوف بكل تأكيد من العملية العسكرية في رفح. رئيس عبد الفتاح السيسي النهارده الحقيقه تلقى اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الهولندي، وكان كلام الدوله المصريه على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي والثوابت اللي بياكد عليها الرئيس في كل مناسبه ومع كل اتصال او كل لقاء، انه التخوف من توسيع رقعة الصراع، ضرورة أمن واستقرار المنطقة، وده مش هيحصل إلا بوجود حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كمان النهاردة شيء مهم جدا جدا وخطير هو التحذير المصري شديد اللهجة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي من مسألة عملية رفح أو اجتياح رفح، وإن ده هيؤدي لتصعيد في المواقف وتعقيد الأمور. كمان الجانب الإنساني كان حاضر بكل تأكيد في هذا الاتصال، وأهمية تضافر الجهود الدولية وأن المجتمع الدولي يطلع بمسؤولياته تجاه إيقاف هذا العدوان، وتجاه كل تأكيد وده الأهم كمان أو نبني عليه حل سياسي عادل وشامل لتحقيق السلم والأمن على المستوى الإقليمي. على المستوى الإنساني، استمرارا طبعا للجهد المصري والقوافل الإنسانية اللي بنتابعها مع حضراتكم بشكل يومي، محاولة لتخفيف الأوضاع السيئة على أشقائنا في القطاع. تحالف الوطن العمل الأهلي التنموي بيواصل تحركه، والقوافل اللي تتجه بشكل يومي سواء من خلال معبر رفح أو كمان كرم أبو سالم. خلونا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
في ظل اهتمام الدولة بالملف البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، نظمت مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الملتقى التدريبي للفرق الفائزة في مسابقة يوني جرين بجامعة النيل لاستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. المسابقة دي تم إطلاقها في شهر ديسمبر، وفضل المسابقة مفتوحة لمدة شهرين. بيتقدم كل حد، أي حد عايز يقدم بيقدم طالما أنه عنده فكرة قوية. المتسابقين حاليا هم بياخدوا برنامج تدريبي لمدة 6 أيام بشكل مكثف جدا، والمفروض البرنامج دوت هيساعدهم ان هم يطوروا ويحسنوا من طريقة من شكل المشروعات بتاعتهم وشكل الشركة بتاعهم، وبعد كده هيبقوا معانا لمدة لا تزيد عن 6 شهور فيها دعم فني ودعم مادي. بنساعد رواد الأعمال ان هم يدربوا عقليتهم ان هم يشتغلوا على مشاريعهم بطريقة ساينتيفيك. ما يقرب من 30 متدرب تقدموا بمشاريع مثل تعبئة الموارد الغذائية بشكل صديق للبيئة وإيقاف التصحر وإدارة النفايات وإعادة التدوير وغيرها من المشروعات المختارة للعديد من الأفكار الابتكارية القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. احنا شغالين في التكنولوجيا الزراعية، هدفنا تصنيع روبوتكس متعلقة بالزراعة. أشهر 2 برودكتس موجودين عندنا هو درون بتعمل ديتكشن للأمراض النباتية، وعندنا روبوت بيعمل سبرينج للمبيدات. احنا بنحاول ناخد المخلفات العضوية اللي بتنتج 10% من انبعاثات العالم فبتعمل مشكلة التغير المناخي، بنعمل إعادة تدوير ليه عن طريق حشرة معينة، وفي الاخر بنطلع منتجات كتير زي الاسمده او الزيوت. بنعمل وركشوبس وبنعمل في انتراكشنز كتيره جدا، بنتلقى منها جايدنس وفيدباك منه كويس جدا، وده بيساعدنا ان احنا نظبط مثلا الماركتنج استراتيجي بتاعتنا، وبيساعدونا كمان في ان احنا في الاخر لو ان شاء الله لو ربنا وفقنا وكسبنا نقدر نريس فاند ونقدر عشان ننتج على سكيل اكبر ونتوسع. محتاجين نتعلم شويه حاجات في البيزنس، محتاجين منهم توجيه يوجهونا اكتر، يعرفوا البروجكت بتاعنا ينفع في اني سوق في اني منطقه. كانت مؤسسة صناع الحياة قد أطلقت مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي، وتنفذها مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كنموذج لدعم رواد الأعمال الشباب في مواجهة تحديات تغير المناخ في مصر. الحقيقة دايما بنتكلم بكل الخير عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي المنظمات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة يعني بقى فيه إنجازات وشغل، وقد إيه إن إيديهم في إيدين الدولة في كل الملفات. كنت لسه بقول لحضراتكم من شوية الجهد الكبير اليومي اللي بيحصل في إيصال المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة، وكمان على التوازي يعني الخير كله اللي بيتقدم على المستوى المحلي، وأخيرها طبعا بنتكلم على صناع الخير واحدة من منظمات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف اللي قامت بتشجيع وتدريب الطلبة اللي فازوا، وده شيء مهم. كمان التحديات المتعلقة بملف البيئة وإزاي الدولة حاطة الملف ده في أولوياتها. طيب نرجع بقى بمناسبة ذكرى طبعا تحرير سيناء 42 سنة على هذا الحدث الهام، لازم نتكلم عن التنمية، التطوير اللي حصل على مدار ال10 سنين اللي فاتوا واللي لسه بيحصل على أرض الواقع في كتير من الملفات. هنبتدي مع حضراتكم بملف أو قطاع حصل فيه طفرة أو قفزة نوعية، وهو ملف التعليم، التعليم العالي والجامعات المصرية اللي حصل وتم إنشائها في منطقة سيناء ومدن القناة. على سبيل المثال احنا عندنا 6 جامعات من الجيل الرابع تم إنشائها بتخصصات علمية حديثة، قد إيه إنها تكون بتواكب احتياجات سوق العمل وتخدم الصناعة من ناحية تانية، وإنه يحصل في استثمارات في جامعات شمال وجنوب سيناء كمان بقيمة 23 مليار جنيه لإنجاز 37 مشروع لتطوير منظومة التعليم العالي. في عندنا كمان تم إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة بتكلفة وصلت 10.5 مليار جنيه، تنفيذ مشروعات تطوير جامعة العريش بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وكتير من الجامعات هنتكلم عنها بعد شوية. بس خلينا نرحب في البداية بدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش. مساء الخير دكتور حسن، وكل سنة وحضرتك طيب. الخير وسعيد وجودي مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني دكتور حسن، من وجهة نظرك يعني وحضرتك رئيس جامعة العريش بشكل عام، لو اتكلمنا على يعني حجم التطوير اللي حصل في جامعة العريش وفي الملف ده بشكل عام، التعليم العالي والقفزة اللي حصلت فيه على مدار الفترة اللي فاتت.
اسمح لي في البداية بس نتوجه بالتهنئة للشعب المصري قيادة وشعبا بالذكرى 42 لأعياد تحرير سيناء الحبيبة اللي مكانتها الدينية والتاريخية ما يقدرش ينجحها فيها أحد. وبأكد دائما أن ذكرى تحرير سيناء بذكرى اعتناق خالدة لن تنتهي ولن تنقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال. واسمح لي برضو في البداية أن احنا نرسل تحية تقدير واعتزاز لشهدائنا الأبرار من القوات المسلحة المصرية وشرطتنا الباسلة وأهالي سيناء الكرام اللي رووا دمهم أرض سيناء فأنبتت الأمن والأمان والاستقرار. بالنسبة للتنمية في سيناء هي بدأت على طول بعد تحرير سيناء ورجوع آخر حبة رمل وآخر شبر من الأراضي المصرية المصرية الحديثة. التعليم العالي في سيناء شهد نقلة نوعية خلال يعني نقلة نوعية غير مسبوقة لو احنا قارنا يعني خلال 10 سنوات الماضية منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية الفتاح السيسي مقاليد الدولة. فلا زي ما تفضلت حضرتك في الانترو احنا عندنا حوالي 37 مشروع باستثمارات وصلت 23 مليار، 6 جامعات بتخصصات مختلفة سواء جامعات أهلية جامعات تكنولوجية، تحديد في بعض الجامعات، تصديق انشاء كليات جديدة، برامج علمية جديدة، كلها تتواكب مع احتياجات سوق العمل والتقنيات الحديثة اللي موجودة في جميع دول العالم. لو حضرتك بنتكلم عن جامعة العريش، أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة العريش ده من أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سيناء. وده بيؤكد رؤية الدولة أن تكون التنمية في سيناء مبنية على أسس علمية وإتاحة فرص للتعليم والتعلم لأبناء سيناء. أنا بدأت الجامعة تقريبا كان عندنا 5 كليات. حدث زي ما بقول لحضرتك طفره غير مسبوقه على مستوى الاتاحه والجوده، وصلنا دلوقتي ل 11 كليه ومعهد للدراسات العليا. بدات ب 3000 طالب وصلت ل 12000 طالب. عزيز. شغالين دايما كل حضرتك دايما لما بيكون في تنميه وفي امن ده بيكون بيأثر على العمليه التعليميه وبيدي رساله للطلبه اللي في امن ومن استقرار، فبالتالي بنقدر نزود عدد الطلبه الموجودين عندنا. انا عايز اقول برضو حاجه مهمه جدا. اتفضل دكتور حسن. واكد عليها. جامعه العريش ما هي جامعه تقليديه. الدور المجتمعي والدور التنموي لجامعة العريش لا يقل أهمية عن دور التعليم، وده بيأكد رؤية وزارة التعليم العالي في خاصة في المحافظات الحدودية إن الجامعة مش بس دورها تعليمي، لا إحنا بنأثر في المجتمع المحيط بيه. أنا عندي الكليات الموجودة عندي كلها كليات غير نمطية، كليات نبع من احتياجات المجتمع. على سبيل المثال وليس الخصر، أنا عندي كلية اسمها الاستطلاع المائي والمصايد البحرية. دي كلية فريدة في نوعها سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي. وإحنا فكرنا في الكلية دي لأن أنا عندي شريحة كبيرة جدا من المجتمع السيناوي بتمتهن مهنة الصيد، فعندهم الخبرة العملية. عملنا لهم كليات وبرامج متخصصة بحيث إن إحنا نقوي عندهم كمان الناحية النظرية، فبالتالي تطلع خريج يجمع بين الخبرة العلمية والعملية وتماشى محتاجات سوق العمل. ده بيأكد دايما ان رؤية وزارة التعليم العالي من خلال الخطة القومية اللي متبنيها مع الوزير محمد امين دي عاشور ان احنا بندور على كل ما هو جديد، وان احنا بس مش بنفكر في عملية التعليم والتعلم، لا الدور المجتمعي والتنموي للجامعة مهم جدا بالنسبة لي. بشكرك حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، بشكرك يا فندم. طيب معانا كمان على التليفون دكتور أشرف سعد الدين رئيس جامعة الملك سلمان، أهلا وسهلا بك يا دكتور أشرف وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك بصحة وسلامة يا فندم وجميع المشاهدين بخير يا فندم. يعني دايما بنتشرف بحضرتك وبتكون ضيف غالي على الحياة اليوم أكتر من مرة، فالملف ده كتير اتكلمنا عنه، فبالمناسبة 42 سنة على تحرير سيناء، شايف ازاي التعليم العالي وجامعة زي جامعة الملك سلمان بتخصصاتها وفروعها المختلفة وطبيعة المناهج اللي فيها؟ طبعا خلينا بس في الأول نقول أنه خلال العشر سنوات الماضية يعني شاف التعليم العالي في مصر نهضة غير مسبوقة من خلال تطوير الجامعات الحكومية وزيادة مضطردة في الجامعات الخاصة، وكمان أفرع للجامعات الأجنبية ثم الجامعات الأهلية بأنواعها اللي هي الفئات ألف وبيه وجيم. التنوع اللي هي طبعا كانت متنوعة، يعني مثلا جامعة الفرنسية، جامعة مصرية للتعلم الإلكتروني، دول كانوا في الأول، ثم تلاهم بعد كده الجامعات الأهلية الدولية اللي هي الجلالة والملك سلمان، دول مشروعات قومية، والجامعة العالمين الدولية وجامعة المنصورة الجديدة. عظيم. ثم تلاهم بعد كده الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية. فده طبعا تنوع بيخلي عندنا سوق للتعليم العالي في مصر مش بيستهدف بس ان هو ياخد كل المتقدمين للتعليم العالي في مصر
حتى 2030 وبعدها كمان، ولكن كمان بيبتدي يفتح سوق للوافدين، يعني ده برضه بيأثر يعني تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. الحقيقة برضو لازم ننوه انه كان في خطة واضحة جدا استراتيجية وتنفيذية للتعليم العالي في مصر خلال 10 سنين اللي فاتوا، مبنية على الدراسات الديموغرافية للبلد، ومبنية على توقعات حقيقية للأعداد اللي هتتقدم للتعليم العالي. فده كان الحقيقة دي خطوة غير مسبوقة. الخطة دي كانت خطة تنفيذية وكان فيها تكامل خلال 10 سنين اللي فاتوا، وكان فيها استمرارية حقيقة يعني مشهودة، من ضمنها طبعا الجامعات الأهلية، وركزنا على جامعة الملك سلمان وعلى جنوب سيناء. هلاقي ان احنا طبعا الحكومة والدولة المصرية الحقيقة استثمرت حوالي 10.5 مليار جنيه في المنشآت الخاصة بجامعة الملك سلمان بحيث انها تغطي محافظة جنوب سيناء في 3 فروع. ثلاث فروع دول بيغطوا تقريبا الثلاث مدن اللي هم اكبر 3 مدن في محافظة جنوب سيناء، بداية من الشمال في مدينة راس سدر، وكان عندنا هناك فرع مساحته 75 فدان، ثم مدينة الطور ودي عاصمة جنوب سيناء وفيها أكبر فرع للجامعة 200 فدان، ثم شرم الشيخ وعندنا فرع هناك مساحته 25 فدان. أيوة. السعة الحقيقية دلوقتي للطلاب في المرحلة الحالية حوالي 15,000 طالب. كل فرع من الفروع دي ليها اكستنشن، يعني ليها مساحة كمان ممكن الجامعة تتوسع فيها بعد كده لاستيعاب عدد أكبر. ما دي الرؤية المستقبلية، التخطيط زي ما حضرتك أشرت. بالضبط يا فندم. طبعا الاستثمارات اللي انا اتكلمت عنها دي استثمارات بخلاف التجهيزات. الجامعه طبعا بتشتغل في 15 مجال علمي، المجالات العلميه دي تم اختيارها يعني بدقه متناهيه بحيث انها تتناغم مع طبيعه المدن اللي بتتواجد فيها فروع الجامعه. يعني تاني زي ما حضرتك بتتكلم وزي ما اكد دكتور حسن من شويه، هي قصه مش قصه جامعه، لكن هدرس ايه، طبيعه المنهج، احتياج سوق العمل، بخاطب المجتمعات اللي انا موجوده فيها. بالظبط يا فندم. وانا هتكلم على النقطه دي اذا حضرتك سمحت. اتفضل. الحقيقة المجالات دي تم اختيارها بعناية شديدة جدا عشان تخدم المجتمع الثانوي في المدن دي. نعم. وكمان تغطي احتياجات المحافظة بصفة عامة. يعني مثلا على سبيل المثال راس سدر، طبعا راس سدر فيها مزارع كتير جدا، فعشان كده احنا عندنا مثلا زراعات صحراوية. وحاليا لان الجامعة بتاعتنا جامعة من الجيل الرابع، ففي تناغم وفي تفاعل شديد جدا مع المجتمع المحيط من خلال تقديم استشارات للمزارع المحيطة، وطلبة بتوعنا بيروحوا يتدربوا فيها، وتقريبا معظم طلبتنا في الكليات دلوقتي بتشتغل تقريبا اللي هم في سنة ثالثة وفي سنة رابعة. أنا هقطعك ثانية بس يا دكتور عشان إحنا بنردد كتير جامعات الجيل الرابع، وإحنا بنتكلم على 6 جامعات. تمام. من جامعات الجيل الرابع، يعني إيه الجيل الرابع؟ تمام. الجامعات الجيل الرابع هدفها انها تعد خريج له القدره على تحقيق التنميه المستدامه من خلال التفاعل المستمر مع البيئه المحيطه وخدمه المجتمع. عظيم. تمام. يعني الجامعه تقدم قيمه مضافه للمجتمع وتاخد منه مشاكل جوه تحلها. حاجات براكتيكال، حاجات تطبيقيه. يعني تحقيق القيمه المضافه داخل الجامعه. ده تعريف جامعات الجيل الرابع. فبالتالي التخصصات والمناهج، واسف على المقاطعه حضرتك عشان الوقت ان شاء الله يكون لنا حديث في وقت لاحق يا دكتور، تتواكب مع المسمى جامعات الجيل الرابع وازاي تحقق الهدف منها. كل شكر وتحيه لحضرتك دكتور اشرف سعد الدين رئيس جامعه الملك سلمان. معانا كمان على التليفون دكتور ناصر غندور رئيس جامعه قناه السويس. اهلا وسهلا بك دكتور ناصر. اهلا مدام دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. طيب وشعب مصر كله خير وسعادة يا رب. يا رب. يعني يا دكتور، واحنا بنتكلم على حجم التطوير اللي حصل في منظومة التعليم العالي، مش بس جامعات جديدة سواء أهلية أو دولية، لكن كمان الاهتمام بالجامعات القائمة بالفعل من بينها جامعة قناة السويس، فلو حضرتك كلمتنا عن الملف ده من وجهة نظرك. أولا بمساء حضرتك وجميع مشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا. جامعة قناة السويس من أكبر الجامعات اللي في إقليم الشرق كله. طب انبسط منها 3 جامعات اللي هو جامعة بورسعيد والسويس والعريش. صحيح. الجامعة دلوقتي حضرتك جامعة متكاملة فيها جميع كل التخصصات تقريبا، القطاع الطبي كاملا. السنة دي الحمد لله افتتحنا كلية العلاج الطبيعي ليكتمل عقد الكليات القطاع الطبي كله، الطب والصيدلة وطب الأسنان والتنظيم والعلاج الطبيعي. عندنا كل التخصصات تقريبا في الجامعة. الحمد لله يمكن بقالنا فترة مركزين قوي في البحث العلمي كمان بجانب البرامج الجديده، وخاصه البرامج اللي عليها اقبال من اولياء الامور والطلبه، وفيها توجيهات من الدوله عشان تغطي سوق العمل، خاصه البرامج الجديده، البرامج البينيه، البرامج الجديده اللي تواكب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الى اخره يعني. فالحمد لله وظائف المستقبل زي ما بنتكلم عنها.
هو طبعا هي وظيفة المستقبل هتبقى يعني خلاص حاجة غصب عننا، حاجة فاكت يعني شغالين عليها كويس يا مدام لبنى، خاصة ما يتعلق بالكمبيوتر ساينس والذكاء الاصطناعي ودخول الذكاء الاصطناعي في كل العلوم يعني في كل حتى في القطاع الطبي. دلوقتي القطاع الطبي بيطور برامجه داخل في الذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي وتحليل الداتا الكبيرة إلى آخره والبيج داتا. فكل الذكاء الاصطناعي والبرامج الجديده كلها مدام لبنه في العالم كله دلوقتي بقى كلها تميل للبرامج البيانيه، مبقاش فيه برامج تقليديه الشكل القديم قوي خلاص شبه تقريبا يعني قليل قوي. دلوقتي كل برامج ده زي برامج المحاسبه والتمويل والاسواق الاسواق والاي ماركتنج او التسويق الالكتروني الى اخره، ده بقى موضه العصر ودي الوظائف المستقبليه يعني. وعلشان ما نكونش بعيد عن التصنيفات الدولية، بعيد عن الجامعات في الخارج، لو يبقى في فرصة للشباب ان هو يسافر برا فتكون المعايير الدولية مطبقة ونكون مواكبين هذا التطور. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس. بدأت بالتعليم كمثال وحجم التنمية والتطوير اللي حصل في الملف ده، لكن كمان عندنا في ملف الإسكان. والنهاردة الحقيقة يعني دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ادانا فكرة كده وقام باستعراض حجم المشاريع اللي حصلت في هذا الملف في سيناء ومدن القناة خلال العشر سنين اللي فاتوا. واتكلم وزير الإسكان على ان الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة ومن خلال جهاز تعمير سيناء اشتغل لغاية دلوقتي في 522 مشروع في مختلف المجالات بتكلفة وصلت ل 46.7 مليار جنيه. والهدف من المشاريع دي تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، تنمية القرى والتجمعات البدوية، وتعمير صحراء سيناء، وكمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في المناطق دي علشان يحسن مستوى المعيشة للأهالي ويوفر احتياجاتهم. من أهم المشاريع ودي حضراتكم كده لأن طبعا في قائمة كبيرة ما شاء الله بالمشاريع اللي حصلت واللي جاري تنفيذها كمان. مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم في أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وده بتحصل فيه أعمال التطوير الهدف منه أن يكون وجهة سياحية فريدة ووحيدة من نوعها على مستوى العالم. فطبعا في مراحل مختلفة، 14 مشروع في الأول، وكل المحطات الداخلة في مشروع التجلي الأعظم أو مسار العائلة المقدسة. في كمان 150 مشروع للطرق بإجمالي أطوال 1154 كيلومتر بتكلفة وصلت ل 9 مليار أو 9.5 مليار جنيه. عندنا كمان 32 مشروع للتنمية المتكاملة لأهالي سيناء بإجمالي استثمارات 900 مليون جنيه، شامل حاجات كتيرة بقى، مزارع متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية، في عندنا كمان اللي هي بقى مزارع الأكل الخضار والفاكهة وكل الكلام ده، حاجة ليها علاقة بمزارع برضو اللحوم والدواجن، مزارع سمكية. كل ده هينعكس على إيه؟ إنك بتنمي بتوفر فرص عمل لأهالي التجمعات والقرى دي، وطبعا يكون في مباني خدمية وتكون منظومة متكاملة. فكتير ما شاء الله، المرافق بقى وازاي انك دخلت مناطق كانت محرومة من المية، مناطق كانت محرومة اصلا من الكهرباء، انت اشتغلت في الملف ده وقدرت انك توصل كمان للتجمعات والقرى والمراكز النائية. ده محتاج حلقات وفقرات علشان تمسك كل ملف وتشوف حصل فيه ايه. وتاني بنقول ان ده تم وانت مش في احسن حال، انت بتحارب الارهاب، انت واجهت الارهاب ودفعت دم قلبك ودفعت دم شهدائنا علشان يعني تطهر ارض سيناء من الارهاب ومن الارهابيين. لكن التنميه ما تقلش عن مواجهه الارهاب بالسلاح، انت بتعمر الارض بالبشر، بتوجد فرص عمل، بتدفع عن الشباب اي محاوله لاستهدافهم باي شكل من الاشكال. فبالتالي تنميه سيناء والملفات او القطاعات اللي حصل فيها المشاريع ده حديث يعني يطول، هنرجع له اكيد باستمرار مع حضراتكم. لكن يهمنا برضو كمان إشادات المجتمع الدولي والمجموعات الاقتصادية على مستوى العالم إزاي شافت وإزاي تبعت حجم الجهد والإنجاز اللي تم في هذا الملف. جهاز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر النهاردة تقرير اتضمن إنفوجراف كان من خلاله بيسلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة والمشروعات العملاقة للتنمية على أرض سيناء، علشان يبقى برضو المشاهد على نور يعني زي ما بيتقال كده. ادخل على التقرير هتلاقي في كل ملف في كل قطاع
كنا فين، بقينا فين، حصل ايه، وبالارقام وتفاصيل المشاريع وحجم المشاريع وكل مشروع المستهدف منه قد ايه والاستثمارات اللي بتعود علينا واللي اتدفع في المشاريع دي كلها، فتبقى شايف البلد عملت ايه. علشان انا دايما بستحضر المثل ده، لان كنا في كل سنه هنا في الحياه اليوم لما نيجي نتكلم عن عيد تحرير سينا ونقول سينا رجعت تاني لينا، ونتكلم مع اهالي سينا في التليفون او يشرفونا هنا في البرنامج، يقولوا لي نصا كده بره الهواء او جوه الهواء، انتوا مش بتفتكرونا غير يوم العيد، عيد تحرير سينا، تقولوا سينا سينا سينا. لكن احنا فين من خريطة التنمية؟ احنا فين من الشغل المفترض يحصل؟ احنا يعني احنا جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية. دلوقتي ده بيتحقق على الأرض من خلال المشاريع زي ما بقول لحضراتكم، وإشادات المجتمع الدولي زي مجموعة إكسفورد والحكومة البريطانية وغيرها، وكل ده موجود في التقرير زي ما تابعنا كده في الإنفوجراف والمعلومات اللي كانت على الشاشة. في عندنا برضو على ذكر الاستثمارات، واحنا بنتكلم على جذب الاستثمارات النهاردة، مهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عمل لقاء موسع مع وفد استثماري ضم مسؤولين لشركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دراس لوفكا التشيكية، يعني شركة نمساوية واحدة تشيكية، والشركتين دول هيعملوا مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر علشان يتم تغطية احتياجات السوق المحلي من ناحية، وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة إفريقيا. الوزير قال إن السوق المصري هو يعني عنده كل الإمكانات والمقاومات الاستثمارية علشان ينشئ المشروع المهم ده، خاصة إن احنا عندنا حوافز للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية. المواد الخام عندنا، عمالة مؤهلة عندنا، في كمان اتفاقات التجارة الحرة الموقعة ما بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية سواء الإقليمية أو العالمية، ودي هتمكن المنتجات المصرية إنها تروح للأسواق العالمية دي بدون رسوم جمركية. أكد كمان الوزير على أهمية المشروع ده في إنه بيوفر، ليه هو مشروع استراتيجي يعني، إنه بيوفر عدد كبير من احتياجات الصناعات الاستراتيجية، سواء بنتكلم على صناعات تعدينية، صناعات دوائية، صناعة المبيدات الزراعية. قال برضو إن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع 160 مليون دولار، ده بالنسبة للشراكة أو المشروع اللي هتعمله شركة تشيكية وشركة نمساوية. في برضو عندنا خبر مهم، وتكلم دايما عن القوة الشاملة للدولة المصرية، وعبارة كتير بنرددها إنها شاملة كل حاجة، شاملة قوتك العسكرية وقوتك الاقتصادية وقوتك الناعمة كمان بكل تأكيد اللي بتخاطب بيها المجتمع المحلي وبتخاطب بيها محيطك. ولما كنت بتكلم عن الموسم الدرامي الرمضاني اللي فات، كان واحد من أهم المكاسب اللي احنا شفناها يعني اتاحت الفرصة لكتير من الشباب ان احنا نشوفهم كنجوم ونكتشفهم كمان. لكن مش بس كده، احنا محتاجين اكتر، دايما بنقول مصر ولادة في مواهب كتيرة محتاجة الفرصة او عايزة تعرف الطريق فين وازاي. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن إطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة، ده هيكون تحت إشراف المخرج الكبير عمرو سلامة، وعلى لسان أستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، قال إنه هتتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل إن هم ينضموا لتجارب الأداء اللي هتكون قريب قوي. ومش بس كده، وهيتم التعاقد مع الفائزين ان هم يعملوا مسلسل من انتاج المتحده، طبعا ده لتشجيع المواهب الجديده، والمخرج الكبير عمرو سلامه هو اللي هيتولى الاشراف على اخراج المسلسل ده وكتابته، يعني هو اللي هيكون متولي مساله اكتشاف المواهب والمشروع ده تحت يعني رؤيته او اشرافه. وكمان الشباب اللي هينجحوا ان شاء الله هيكون ليهم مسلسل خاص بيهم او اكتر من عمل برضو باخراج من انتاج المتحده طبعا واخراج المخرج عمرو سلامه طبعا. كمان استاذ عمرو الفقي اكد على ان تجارب الاداء دي حاجه جميله قوي قوي بقى، انه هنشوفها هتعرض على الساده المشاهدين، هتكون من خلال برنامج تلفزيوني احنا نستمتع بيهم ونشوفهم ونشوف ازاي كمان يعني ازاي بيتم اكتشاف الموهبه، وازاي وده الاهم انك تشتغل على الموهبة دي تنميها باسلوب علمي، وده هيكون من خلال البرنامج اللي حاطكم عليه، ومش بس التمثيل لكن كمان في الاخراج، المونتاج، التصوير، الكتابة، كل عناصر العمل الفني، فهيكون يعني برنامج متكامل او مسابقة متكاملة للمواهب، فان شاء الله كده يعني نستمتع بيها وتكون فرصة لشبابنا اللي عنده الموهبة او الرغبة انه
يبقى شايف الطريق ويعني يتم صقل هذه المواهب وفي الآخر هم هيستفيدوا وإفادة للفن المصري وللمشاهد إن شاء الله. طيب أنا سريعا كده خلصت مع حضراتكم يعني أهم أخبار النهاردة، ومرة تانية كل سنة وحدكم طيبين. 42 سنة على تحرير سيناء، بيفضل التحدي موجود ولازم يفضل موجود وحاضر في أذهاننا جميعا، أنه على مر التاريخ دفعنا كتير قوي قوي قوي، وما زلنا الحقيقة بنواجه تحديات حوالينا وفي المنطقة، وأكيد حضراتكم عارفين وبنتكلم على إيه والأخطار اللي حوالينا في كل الاتجاهات وفي جبهتنا الشرقية والوضع الشائك كمان في قطاع غزة. فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة والأرواح شهدائنا وللشعب المصري والقيادة ويعني كل الدولة المصرية في هذا الحدث الهام ولازم نفتكره على طول. بالمناسبة دي احنا بعد الفاصل ان شاء الله زميلي العزيز شرتي زي ما قلت هيكون لينا فقرة خاصة أو حلقة خاصة قام بها من سيناء، لقاءات مع مشايخ وكبار عواقل سيناء، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم بعد شوية، ونرجع نشوفكم دايما يا رب على كل خير وكل سنة وحضراتكم طيب. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم، حلقة جديدة مميزة. أهلا بكم من العريش، أهلا بكم من شمال سيناء، أهلا بكم من المدينة والمنطقة اللي شافت كتير قوي عبر تاريخ مصر كله. سبب وجودي هنا هو الاحتفال بعيد تحرير سيناء أو عيد شمال سيناء كمحافظة. كان ممكن أعمل لكم المقدمة بتاعت الحلقة النهاردة من قلب وسط المدينة والمباني، بس انتوا بتشوفوا الكلام ده كله وبنعرضه وبنقدمه كتير. حبيت اعمل مقدمة الحلقة من هنا من على الشاطئ ده، وهقول لكم ليه. الشاطئ ده هو شاطئ شمال سيناء، شاطئ مدينة العريش، ممتد ورايا كده لغاية حدودنا الشرقية، وممتد من هنا من هنا لغاية كل حدودنا الغربية مع ليبيا. ده شاطئ مصر، بيعدي على محافظات وبيعدي على مدن وبيعدي على بلاد وبيعدي على قرى. ده جزء من هبة ربنا لينا. الشاطئ ده على بعد 150-200 كيلو منه بيتي في بورسعيد. كنا دايما بنحلم ان احنا نيجي هنا وننزل المية دي، المية اللي انتوا شايفين حلاوتها عاملة ازاي والرملة النظيفة دي. للأسف ده لم يكن متاحا لأهل هذه المدينة ولا المنطقة. البلد دي شافت حروب من 48 وعاشتها مع مصر لغاية لما تحررت، نحتفل بعيدها 42. ولكن في وسط التحرر ده كانت تنتظر الانطلاقة والاهتمام. وانا لازم اقول لكم ده لان انا عاصرت ده وشفت ده. يا ما عدنا نقول اهل سيناء لهم حقوق، اهل سيناء لهم حقوق، اهل سيناء محتاجين تطور، محتاجين تطوير والى اخره. ثم يأتي الارهاب، وكلنا تابعنا للارهاب عمله هنا، واولادنا اللي ماتوا هنا، ولادنا اللي ماتوا من ابناء سيناء، وولادنا اللي ماتوا من الجيش، وولادنا اللي ماتوا من الشرطة، تابعنا واحنا بندافع عن الرمل ده، عن الشط ده. المتابعة دي تخليك تعرف كويس قوي ان الاحتفال دايما بيكون مهم. يمكن يوم في السنة انت تفتكر، هما هنا ما بينسوش ولا يوم، لان هما هنا كل بيت له حكاية، كل أسرة لها قصة، وكل منطقة لها تاريخ. بتمشي النهاردة في شمال سيناء وفي العريش يقول لك الحمد لله، انت لو كنت جيت لي من سنتين ثلاثة ما كنتش تقدر تكون قاعد هنا، ولا كنت تقدر تكون موجود في المكان ده. هي وده قيمة ان انت تفتكر.
ولكن في نفس الوقت ما بيقدروش ما يقعدش يحكي لك على ايه؟ على الجديد اللي شايفه، على الجامعات، على الطرق، على اهتمامك، على اهتمامك يا مصر بجزء منك، بحتة منك، على اهتمامك ان هي تكبر، على اهتمامك ان هي تعمر، على اهتمامنا كلنا ان يحصل فيها اقتصاد، تتبنى فيها جامعات، تتعمل فيها مستشفيات، يتبنى فيها مدن جديدة، الطرق، مية، تحلية، عودة زراعة. انتوا متخيلين المليارات اللي بعض الناس بيقعد يقول هي فلوسنا بتروح فين؟ لما تتصرف على ناس كانت تنتظر محطة مية، فيبقى النهاردة في 10 و12 و13 محطة كانت بتستنى تعمل لها بير علشان تزرع أرض أو يعملوه يدوي، النهاردة أنت بتيجي تحفر لهم الأبار، النهاردة أنت بتحول لهم مية هتزرع 350,000 فدان، النهاردة عامل لهم مدن والخمسة فدان، وعامل لهم بيت جنب الخمسة فدان، النهاردة أنت عملت له جامعات، النهاردة أنت اديت شقق لولاده، ولسه فيه كتير تاني. 42 سنة بيفكرونا بحاجات كتير، بس اهم حاجة يفكروك بيها دايما ان كل محافظة في مصر، كل المحافظات الحدودية والساحلية شافت كتير جدا عبر التاريخ وعبر السنين، وكل محافظة ليها تاريخها وليها قصصها وليها حوادثها، اللي يعرفها اهلها، اللي يعرفها المقربين منهم، اللي يعرفوا التاريخ والثقافة والعمق والحضارة. أقدر أقول لحضراتكم أنا مش جاي هنا عشان أحضر احتفالات رسمية، أنا جاي أقابل ناس من القبائل، من شيوخ القبائل، وأيوة جايبهم يفكروكم باللي كان ويحكولكم عن الحالي ويقولولكم نظرتهم إيه للمستقبل، وده هسألهم فيه. وأيوة جايبهم عشان من حقنا ومن حقكم أنكم تسمعوا منهم، يمكن لما تفتكروا النهاردة ويجي اسم شمال سيناء بعد كده تقولوا اه ده حصل هنا كذا وحصل هنا كذا، بس في الاول وفي الاخر تكون فخور ان رجعت لك تاني وانك نظفتها تاني، بس المرة دي انت نظفتها ونمتها وبنتها. اهلا بيكم في شمال سيناء، اهلا بيكم في العريش، اهلا بيكم في عيد تحرير سيناء. الحالي تستمر اللقاءات بتاعتنا في سيناء، عيد تحرير سيناء 42. ضيفي في هذه الفقرة الشيخ بكر خلف، أحد عواقل قبيلة السواركة. أهلا بيك معايا. أهلا وسهلا، وشرفتونا في شمال سيناء. مش أول مرة أنا وأنت نتقابل. صحيح. ولن تكون الأخيرة إن شاء الله، بقينا أصحاب إن شاء الله. المرة اللي فاتت أيضا لما قابلتك من ضمن المرات كنت رئيس الوزراء هنا في زيارة، وكنا في مكان قلت لنا انتوا ما كنتوش تقدروا تيجوا هنا من سنتين ثلاثة، والوقت قدرتوا. انتوا بصين ازاي لاحتفال مصر بعيد تحرير سيناء؟ مش احتفال سيناء بعيدها، احتفال مصر بعيد تحرير سيناء. اولا بنرحب بيكم في محافظة شمال سيناء، وبننتهد هذه المناسبة، مناسبة الذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء، لنرسل برقية ونرفع برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة الطيبة المباركة، ولشعب مصر جميعا ولأهل سيناء بشكل خاص بهذه المناسبة الطيبة المباركة. طبعا عيد تحرير سيناء ما هوش عيد بيخص محافظة شمال سيناء وأهل شمال سيناء بس، ده بيخص مصر عموما، لأنه هذه إحنا بنحتفل بمناسبة بذل فيها الكثير والكثير من الدماء والتضحيات في سبيل تحرير هذه الأرض بعد فترة عصيبة من الاحتلال
الإسرائيلي لهذه المنطقة. كمان فيعني احنا دايما بننظر لعيد تحرير سيناء انه لا يخص محافظة شمال سيناء بس، انما يخص مصر كلها، لانه هذه المناسبة بتخص الشعب المصري، وهي في ذاكرة الشعب المصري مرتبطة بتضحيات ومرتبطة ببطولات ومرتبطة بحرب مجيدة في تاريخ الشعب المصري وفي تاريخ سيناء. ده الحقيقة شعور جميل جدا، وده شعور كل المصريين. أنا في الحلقة دي كنت بحكي عن اللي وصلنا له واللي أدى إن إحنا نوصل هنا. أنت كلمتني عن التضحيات اللي إحنا وصلنا له النهاردة، اللي أنت شايفه على أرض سينا النهاردة في شمال سينا، في العريش، في شيخ زويد، في رفح. احكي لي زمان كنتوا بتستنوا إيه، والنهاردة بدأتوا تشوفوا إيه، وإيه اللي بيحصل على الأرض الواقع؟ طبعاً كان زمان السؤال الرئيسي، إذا صح يعني التعبير عن السؤال اللي كان في أذهان أهالي سينا عموما، هل لدى أبناء سينا إرادة، هل لدى القيادة السياسية إرادة سياسية حقيقية للتنمية في سينا؟ طبعا في الفترة اللي فاتت كان دايما أهل سينا في عندهم إحساس بنوع من التهميش، في العزلة بالضبط، في الاهتمام كدولة بسينا. لكن هذا الكلام من بعد دحر الإرهاب، وحتى أثناء الإرهاب كانت الصورة اختلفت، وأصبح هناك اهتمام بتنمية سينا، وأصبح هناك فيه خطط واقعية. لعل يعني زي ما قلت لحضرتك قبل الحلقة قبل التصوير، إنه إحنا يعني يا ريت حضرتك كده إيه تنزل الشارع وتشوف. أنت كنت بتحكي لي روح اتفرج فين البلد عاملة إيه، هنا وتفرج يعني الكورنيش وتفرج بالضبط الشوارع الرئيسية، الميادين اللي اتعملت، المدن الجديدة اللي اتعملت وما زالت لحد النهاردة بيتم إنشاء مدن جديدة، شبكة الكهرباء بقى شكلها إزاي، الميناء اللي بتعمل، الخطط اللي بتتعمل، دلوقتي البلد كلها منورة بالليل، شوارع وكأنك في القاهرة. فبالتالي زمان ما كانش في كلام ده، كلام ده ما كانش موجود، كلام ده ما كانش موجود. الميادين بالصورة اللي حضرتك شايفها النهاردة دي ما كانتش موجودة قبل كده. الأسواق كمان، والكورنيش، والأهم من ده كمان الأمن والأمان، ده ما كانش موجود. الأحياء يعني السكنية العمارات اللي طلعت دي كان مكانها إيه؟ ولسه في مدن جديدة بتتعمل، كان مكانها إيه؟ كانت في إما عماير قديمة محتاجة لإعادة تطوير وتأهيل، زي منطقة المساعيد أيوة اللي تم تأهيلها بالشكل اللي حضرتك شايفه دلوقتي، أو إنه مناطق ما فيهاش أساساً مباني سكنية أو عماير سكنية أو مدن سكنية أحياء سكنية واتعملت. فالعمل على ناحيتين، ترميم ما هو بحاجة إلى الترميم، وأيضا التوسع وبناء وحدات سكنية أخرى. فعلى كذا محور اللي بيتم التنمية عندنا هنا في سينا. شيخ بكر، أنت شغلك الأساسي قولي. أنا شغلي أساسا في التنمية البشرية، رئيس تنفيذي لمؤسسة أهلية هنا في شمال سينا. مؤسسة أهلية في التنمية البشرية. نسبة التنمية البشرية بقى، سينا كانت مركز طرد لولادها، كانوا بيأسعوا في أماكن أخرى كثيرة. النهاردة بعد الجامعات اللي احنا شايفينها، وبعد التطوير اللي احنا شايفينه، وبعد، هل عادت سينا مرة أخرى عشان ترجع ولادها المغتربين في محافظات تانية وتحتفظ بولادها اللي طالعين لسه شباب؟ هل فعلا ده بيحصل؟ ده سؤال مهم جدا، لأنه احنا مؤمنين أنه التنمية الحقيقية بتبنى على أكتاف النابغين والأكفاء من أبنائها. فإحنا يعني نقدر نقول إنه المرحلة دي عمليا بدأت، لكن هناك ما زال هناك فجوة ما بين الواقع والمأمول. نتمنى إن إحنا مسيرة التنمية تستمر وتتطور طبعا، ونتمنى أو إحنا بنأمل ونتطلع إن إحنا نشارك في عملية التنمية والبناء في شمال سيناء، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات الأهلية الموجودة في شمال سيناء، لأنه أي تنمية بتقوم على مساهمة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فأي نقص في هذه المنظومة بيؤثر على عملية التنمية. فنأمل أنه الأمور تبقى أفضل، ومشاركة أهالي سيناء في التنمية تبقى أعلى وأعلى، ولأنه في الآخر دي مصلحة للجميع يعني. طيب رأيك إيه؟ إحنا كلمنا كتير النهاردة، ويمكن حضور الجامعات وحشوف الدنيا دي ماشية يعني، الحياة ماشية إزاي في الجامعة وغيره. كلمني عن التعليم، كلمني عن القطاع الصحي، هل اتطور؟
أنا زمان من 25 سنة تقريبا، تعرف كنا بنعدي كده من بورسعيد ونيجي نصطاد كده على أطراف محافظة شمال سيناء، اكتشفت إن ما كانش فيه وحدات صحية كتير، ما كانش فيه يعني أنت لو حصلت أزمة كنت تضطر تمشي بالمية ومية وخمسين كيلو لغاية لما توصل إلى مستشفى أو غيره. الكلام ده اتغير ولا لسه؟ هو يعني على مستوى الوحدات الصحية في القرى، يعني عدد كبير جدا من القرى بها وحدات صحية، يعني حتى إذا كان في نقص في بعض الوحدات الصحية فالنقص بسيط. على مستوى المستشفيات كل مدينة فيها مستشفى خلاص مركزي، كل مدينة فيها مستشفى مركزي أو كل مركز فيه مستشفى مركزي. دايما احنا كانت الإشكالية عندنا في الأطباء اللي تغطي التخصصات في بعض التخصصات في المستشفيات، وده في بعض المستشفيات بدأت بالفعل من خلال وزارة الصحة ان هي تغطي هذا العجز من خلال ان هي بروتوكول صحي بيستقدم أطباء من محافظات ومراكز طبية من خارج المحافظة، وبتيجي هنا على فترات معروفة لدى الناس ولدى المستشفى، والمستشفى بتعلن عنها. الخطوات اللي بذلت خطوات طيبة جدا ومحترمة جدا، وبتساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شمال سيناء. طبعا احنا نتمنى انه هذا الأمر يستمر، وان هذا الأمر يطور لصالح المجتمع في شمال سيناء. على مستوى التعليم، يعني غالبية المناطق بها مدارس بتغطي المراحل التعليم الأساسي والثانوي كمان. في بعض المناطق وانشئت مدارس جديدة، وبالضبط أنا لسه عايز أقول لك أنه حتى في دلوقتي المناطق اللي ما فيهاش حاليا يا إما المدارس بالفعل تم تسليمها في بعض المناطق وبنحتفل بافتتاحها في هذا العيد 25 أبريل، أو مدارس أخرى سيتم افتتاحها خلال الفترة الصيفية إن شاء الله بإذن الله. أنا سعيد جدا بده، وسعيد بوجودك معايا في هذا اللقاء، وسعيد بمجهودك اللي أنت بتعمله، وكل سنة وانتم طيبين كلكم في شمال سيناء، كل سنة ومصر كلها طيبة بعودة جزء من الوطن إلى حضن الوطن مرة تانية. شكرا جزيلا ليك على وجودك معايا. شكرا جزيلا، وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. كل سنة وانتم طيب. زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة، احنا يمكن بنحتفل بعيد تحرير سيناء 42، ده كان عدو وبلد حررناها من عدو كنا عارفينه، بس وانت بتحتفل بالعيد 42 ما تنساش ايضا ان في تحرير تاني حصل لسيناء بعد سنوات كتير قوي. فالذكريات في عيد تحرير سيناء مش هتكون بس على 42 سنة، ولكن هتكون ايضا للذاكرة القريبة للعشر سنوات اللي مضوا على هذه المنطقة واحنا بنحارب الارهاب عشان نطهرها. عشان اقدر اجي واتكلم مع حضراتكم من على شط البحر ده اللي ما كانش حد يقدر يقعد عليه، اسمحوا لي ارحب في هذه الفقرة بضيوفي الاعزاء، صديقي العزيز والنائب المحترم الشيخ سلامة الرقيعي شيخ قبيلة الدواغرة. أهلا بيك. مرحب بيك وأهلا بيك أستاذ محمد شردي، جارنا بورسعيد طبعا في الأساس، ونعتز بيك ونعتز بالصفة الإعلامية أو الصفة النبية قبل الإعلامية، ومرحب بيك طبعا. أنتم إحنا كلنا ضيوف على هذه الأرض، ولكن نعتبر أصحاب المكان جميعا لأنها أرض مصر ككل، ولكن مختصرة في سيناء. أهلا بيك معايا في الحياة اليوم. والشيخ سليمان أبو قبال، كل سنة وحضرتك طيب، وشرفتنا ونورتنا على أرض الفيروز. أهلا بيك. أنا حبدأ بالأقل سنا صغير على أنك أنت تبقى شيخ قبيلة. ليه أصبحت شيخ قبيلة؟ لأن أنا كان بتاريخ 19/5/2012 أول حالة استشهاد على مستوى المحافظة، محافظة شمال سيناء، كانت شقيق الأكبر الشيخ حكومي الشيخ نايف محمد سليمان أبو عبال من قبيلة السواركة. من قبيلة السواركة، دي أول حالة استشهاد في شمال سيناء. يعني أنت توليت وانت صغير قوي. بالضبط كده فن. طب أنا هسألك سؤال كده، احنا بنحتفل بعيد سيناء 42، بالتأكيد في اختلافات انت شفتها، بس انت كنت صغير، يعني انت ما حضرتش. لا ما حضرتش الأيام دي. بالزبط. صح.
ولكن تسمع عن هذه الأيام. النهاردة أنت بتحتفل أكتر بتحرير سيناء من 42 سنة ولا بتحرير سيناء من اللي أنت شفته في العشر سنين اللي قبلها اللي فاتوا؟ هو تحرير سيناء من الإرهاب والتطرف ما يقلش عن الاحتلال يا فندم، وده احتلال والتاني احتلال ده، بس بمجهود القوات المسلحة وتوجهات القيادة السياسية والشرطة المصرية وأبناء القبائل المتعاونين مع أجهزة الدولة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبمجهود القوات المسلحة تم القضاء على عناصر الإرهاب والتطرف على مستوى محافظة شمال سيناء، ودلوقتي أمن وأمان واستقرار، وحضرتك موجود وشايف بنفسك. أنا سعيد جدا بده شيخ سلامة أو سيادة النائب، الله يكرمك. زي ما دايما بحب أن أنا أقول لك يعني إحنا يمكن وإحنا على شاطئ العريش وهذا المظهر الجمالي والبيئة النقية بنحتفل بالعام 42 من تحرير سيناء أو من رفع العلم المصري على رفح المصرية آخر معلم حدودي في الشمال، ثم تبعوا في 19 مارس 89 رفع العلم المصري على آخر معلم حدودي في الجنوب، جنوب سيناء طابة، فأصبح عيد قومي لشمال سيناء 25 إبريل 1982 وما تلاه، و29 مارس 1989 عيد لجنوب سيناء، ولكن هو عيد لمصر بصفة عامة لأن دماء المصريين اختلطت على هذه الأرض الطيبة وعلى شبه جزيرة سيناء. لكن لو أخذنا الوقاع سيادة النائب والإعلام القدير محمد بي مصطفى شردي، لو أخذنا الوقاع منذ عام 1906 ترسيم الحدود، نجد أبناء سيناء بصفة عامة حافظوا على الأرض، بمعنى أن هناك علامات حدودية 91 علامة من رفح شمالا حتى طابة جنوبا، قام أبناء سيناء سواء من أبناء القبائل أو أبناء العائلات في العريش بالحفاظ على تلك الحدود، فأي علامة يتم نزعها يتم استردادها بمعرفة أبناء القبائل، هذا جزء. ثم مرورا بالحروب على تواليها، حرب 48، العلامات اللي انتوا عارفين أماكنها وتورثتوها عن الأجداد معلومة، ومعلوم ان الحد يعتبر لان اصلا بين القبائل وبعضها حدود ورجوم ومعالم واضحة، وبالتالي يعني لا يمكن ان تتجاوز قبيلة على اخرى في الحدود، وبالتالي نسمح بتجاوز اي دولة على حدودنا. طبعا دخلنا في مرحلة الاحتلال والتي بدأت في عام 48، عام النكبة، احتلت فيها فلسطين وكانت عصابات الهجنة، وكان من أبناء سيناء مقاومين مع القوات المصرية في ذلك الوقت لصد هذا العدوان وتلك العصابات، وصولا إلى عام 56 العدوان الثلاثي كما تعلم، على يعتبر بورسعيد هي المتضرر الأكبر، ولكن سيناء احتلت بالكامل لمدة أشهر عديدة، لكن طبعا كانت المقاومة المباشرة التي كانت بورسعيد عنوانها، هي بورسعيد كان عندها البريطانيين عنوانها طبعا هي معسكرات القناة، وانتو كان عندكم الإسرائيليين دخلوا منها، فبالتالي كان هذا العدوان، كان هناك من أبناء القبائل وأبناء العائلات في العريش صد لهذا العدوان، وأبناء سيناء بصفة خاصة، بالإضافة إلى جموع الشعب المصري وقواتنا المسلحة في الأساس. يمكن لما دخلنا في عام 67 عام النكسة كان هناك حالة انسحاب لضباطنا وجنودنا المصريين، وكان أبناء سيناء ممن أبلوا بلاء حسنا مع القوات، إما برعايتهم في أثناء انسحابها وتأمين مسار العودة، وأيضا بورسعيد كانت نقطة الوصول من عبر بحيرة البردويل، وتأمينهم في الطرق الغير معتادة، لأن الطرق المعتادة بيتم دكها أو استهدافها من قبل العدو. وصولا من 67 إلى 73 كان هناك عيون متحركة على الأرض من أبناء سيناء، أنشئت منظمة سيناء العربية وانخرط فيها عدد من أبناء سيناء من المجاهدين الذين حصلوا فيه بعد على نواط امتياز من الطبقة الأولى من الرئيسين السادات وحسني مبارك رحمهم الله، فكان ليس طبعا محل تكريم ولكن هو تقدير بصفة أساسية، لأن حب الوطن لا يحتاج إلى مكافأة، ولكن حب الوطن في الصدور وفي القلوب قبل أن يمشي على الأرض. فكانت تلك الفترة قد تكون فترة حرجة، ولكن فترة لها ما بعدها، والحمد لله تمت انتصارات أكتوبر التي تترتب عليها إنهاء الاحتلال أو حالات الانسحاب بعد انتصارات أكتوبر، وصولا إلى عام 82 رفع العلم المصري الذي نحتفل به اليوم بعد مرور 42 عام. في الحقيقة يعني يمكن أنا أنوه لشيء بسيط، إن احنا يمكن السنوات التي مرت من 2011 وما قبلها قد يكون العقد
الذي بدأ من 2011 إلى يعني مدة بسيطة، وإن لم تتجاوز عقد واحد تكون حرجة على سيناء، لأن وضع فيها بؤرة إرهابية وبؤرة حرجة، الحمد لله زالت، ويمكن المقاومة للمحتل قد تكون أهون أو تكون في ظروف أسهل، لأنك تقاوم جيش نظامي أو جيش نظام مع جيش نظامي منتصر ومهزوم. ده أنا كنت عايز أتكلم معك فيه. لكن مقاومة الإرهاب لها وقع خاص، والحمد لله أبناء سيناء بفضل الله ثم مع بتعاونهم مع القوات المسلحة مع هيئة الشرطة ومع كافة أجهزة الدولة المعنية قبلوا بلاء حسنا. أنا من قبيلتي الدواغرة 16 شهيد في الأيام السواركة عندكم. السواركة عندكم كم شهيد؟ يعني أقول لحضرتك أنت أخوك كان أول واحد بالضبط كده، وشقيق الثاني برضو بعديه بسنة وثلاث شهور. شقيقك الثاني وأكبر عدد على مستوى المحافظة في مجال مكافحة الإرهاب من قبيلة السواركة ولي الشرف كده، وسيادة النائب يشهد بكده برضو. طبعا كل القضايا يعني أنا عايز أتكلم معاكم. أنت قلت كلمة السر، أنا كنت بحارب عدو وجيش نظامي والعدو شايفه لابس بدلة، إنما أنتوا عشتوا تقريبا 10 سنوات بتحاربوا عدو مش عارفين وشه وخسيس جدا وبيقتل أبنائكم وبيقتل إخواتكم وبيقتل في البلد كلها وعايز يسيطر عليها. شعوركم كان إيه لما بدأتوا تنتصروا عليه؟ هو بيعتمد على أسلوب الغدر طبعا والخديعة والمكر، ولكن إحنا تم مقاومة العدو بنفس الأسلوب أو أسلوب مقارب لا يفل الحديد إلى الحديد ولا يقاوم الصنديد إلا الصنديد، وبالتالي تم تجميع القبائل في اتحاد، وتم التعاون مع القوات المسلحة بصفة أساسية والأجهزة المعنية في الدولة، أجهزة مكافحة الإرهاب، هيئة الشرطة وغيره من الأجهزة، وتم التصدي على فترات وعلى مناطق جغرافية متسعة من الشمال من الشرق من الشمال الشرقي يعني من حدودنا في رفح حتى غربا حتى القنطرة الشرق والاتجاه الأوسط يعني وسط سيناء ثم بعض المناطق في الجنوب. يمكن كانت هذه هذا التعاون أثمر في زمن قياسي عن جهد، إن الحمد لله تمشي الآن في ربوع سيناء بوضع مستقر، وأصبحت يعني أنا طبعا أريد أن أنوه أن عجلة التنمية حتى وإن كان في وقت الإرهاب لكن لم تتوقف، قد يكون تتعطل قليلا أو تتعثر في بعض المناطق لكن لم تتوقف. ويمكن في 2014 حتى 2024 نحن نعتبر عقد كامل 10 سنوات أنجز فيها عدد من المشروعات خاصة بسيناء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنجز عدد من المشروعات يعني منها تعبيد الطرق، طرق ممهدة تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب لم تكن قبل ذلك. يعني ده اللي احنا هنخش فيه على المرحلة الجاية، وطبعا انهاء العزلة ده جزء أساسي، نفق بورسعيد، نفق الإسماعيلية، نفق السويس، وهذه الأنفاق تعتبر إيه ممر آمن وشريحة. هو هي عملية ربط حدثت ربط ما بين غرب وشرق مصر. الشيخ سليمان، أنت مشيت من هذه المنطقة لأنك كنت أحد المستهدفين، أنت كنت مستهدف رئيسي، كانوا عايزين رأسك. أنا مش هقول أنت روحت فين ولا أنت موجود فين، أنا عارف أن أنت قعدت فترة علشان أنت أصبحت المسؤول عن قبيلة السواركة، ولكن قل لي لما أنت خرجت من هنا كان في شكل للبلد موجود وكنتوا محتاجين حاجات كتير وكنتم بتطلبوا تطوير كتير، ثم عدت مرة أخرى النهاردة بعد ما بدأت عجلة التنمية بالفعل في سيناء. اديني مقارنة، انت شايف ايه الجديد؟ شايف ايه الحل؟ ايه اللي انت فرحان بيه في وجوده في شمال سيناء الان وكنت تسمع ان هما كان نفسهم يكون موجود؟ هو التنمية اللي شغالة دلوقتي، المشاريع القومية اللي شغالة على مستوى محافظة شمال سيناء غير الاول. يعني دلوقتي عندنا احنا اكبر ميناء على شاطئ العريش، انشاء وتوسيع مطار العريش الجوي، شبكة طرق على مستوى المحافظة بتربطنا محافظات الجمهورية، تمام، محطات تحلية
يعني فيه اهتمام كبير من قوات مسلحه ومن قيادة السياسيه بالمحافظه. بالظبط كده، البنيه الاساسيه للمحافظه على 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 مستوى كبير جدا الشغل اللي شغالين في المحافظه. شيخ سلامه، حضرتك وانت تطالب وشفتك وانت تطالب وبقوه في البرلمان المصري 2005 و6 و7 بالاهتمام بشمال سيناء وبالعريش. انا سمعت، يعني انا بدايات شعوري بان انتم تنقصكم حاجات كتير جدا لما جيت زرتكم في اوقاتها من بداية الالفينات. النهاردة انت شايف ان جزء من حلمك واللي كنت بتطالب بيه اتحقق رغم كل الصعاب؟ انت بتقولي كنا بنحارب الارهاب وكان في تنمية شغالة. صحيح، يعني انا كان يعني اعطيك مثال لبعض المشروعات الخدمية، يعني لو اخذت خدمية نعم، لو اخذت المرافق انا يعني كان في صعوبة لما ابدأ من بئر العبد وصولا للمغارة الى جنوب سيناء، كان طريق غير ممهد، طريق بسيط مداء، كان مداء وكان يغطى بالكثبان الرملية في أكثر الأحيان. حاليا طريق مزدوج 160 كيلو يبدأ من بئر العبد على المغارة إلى الجفجافة إلى الحسنة إلى نخل، وعلى جانبي الطريق هناك مجمع للرخام في موطن، يعني وطنت الصناعة، وطنت التصنيع عند المادة الخام. كان في السابق كانت المادة الخام تعبر قناة السويس ويتم التعامل على أساسه، لا، تم توطين الصناعة بجوار المواد الخام. وولادكم هم اللي بيشتغلوا هناك. نعم، وموجود تم تطوير مطار مدني، مطار تحت مسمى مطار البردويل، تمام، مقابل لمجمع رخام. لو منطقة الصناعات الثقيلة، أنشئت عدد من خطوط الإنتاج في مصانع الأسمنت، سواء أسمنت سينا أو أسمنت العريش الخاص بالقوات المسلحة. يمكن عندنا جامعة أنشئت في عام 2016 أصبحت جامعة العريش، جامعة حكومية. عندي جامعتين، في عند مدينة سلام مصر بورسعيد الأهلية وجامعة تكنولوجية، تعتبر في شمال سيناء، بينها وبين العريش لا تتجاوز 100 كيلو، وفي شرق القناة. وبالتالي عندي ربط لخطوط السكك الحديدية لشرق التفريعة ولبئر العبد، وإن شاء الله مأمول يتم استكماله إلى ميناء العريش، ثم من ميناء العريش إلى طابة، وصولا بمركزي الحسنة ونخل في وسط سيناء. يعني أنت بتكلمني كده عن خطة شاملة، يمكن ملامح، أنا بعطي حضرتك ملامح. طبعا هو الكلام متسع ولا يحتاج إلى أوقات، لكن أنا اللي بذكره إن إحنا إيه اللي تغير، إن رأيت حضرتك على شاطئ العريش بتسجل أو عن طريق الحياة، وإن إحنا نأمل إن شاء الله تكون الحياة مستمرة كما هي الحياة اليوم. يمكن اللي لافت للنظر ان في جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه، احنا كنا في لقاءات بالامس ولقاءات متواليه قبل ذلك، هو بيستهدف بعد ما صدور قرار جمهوري 114 لسنه 2024. حضرتك كما تعلم جنوب نفق بورسعيد محطه عملاقه، محطه تنقيه بحر البقر او محطه معالجه الثلاثيه الخاصه ببحر البقر، اللي هي بتصرف حوالي 7 مليون متر مكعب في اليوم. خصص للزراعة، مشروع زراعي خصص لها 500 ألف فدان جنوب ترعة الشيخ جابر، بالإضافة إلى 140 ألف فدان اللي هم مشروع ترعة شمال سيناء، ترعة الشيخ جابر. يمكن هذا المشروع الزراعي يعتبر نواة للخروج من الصحراء ومن حالة اللون الأصفر إلى أن توجد بقع خضراء إن شاء الله تساهم في سلة الغذاء المصري، وتغنينا عن الاستيراد، وتغنينا عن أشياء كثيرة، ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بها كملامح بسيطة. يعني طيب، أنا هرجع للشيخ سليمان، انت ايضا ممتد القبيله الى حدود الشرقيه قوي، يعني انتم ماشيين لغايه رفح، كل قبائلكم متواجده، القبائل كلها لم تدات في عمق وادي النيل. كنا دايما طول عمرنا نقول احنا عايزين الخوخ العرايشي، احنا عايزين الزيتون العرايشي، خوخ سينا، صح. هذه الزراعات ما زالت موجوده، هل عاد اليها ابناء سيناء؟ هل رجعتوا تاني للأرض بعد الفترة الماضية اللي انتوا كنتوا فيها بيتم الحقيقة يعني التعامل معاكم من الإرهابيين على ان انتوا أعداء، هم كانوا بيحاربوكوا زيكوا زي ما بيحاربوا الجيش المصري بالظبط، هل رجعنا نزرع تاني؟ بالفعل، يعني انا بقول لك في أماكن دلوقتي بالنسبة لزراعات الزيتون تحديدا، مجال الزيتون تحديدا، في أماكن دلوقتي في مركز ومدينة الشيخ زويد إعادة إعمار، جاتنا ابار من قوات مسلحه، تدعيم من قوات مسلحه، عملوا لكم ابار تاني بالظبط كده يا فندم، وتم
بالنسبة للرقعة الزراعية وتحديدا مجال الزيتون، بسم الله ما شاء الله، يعني دلوقتي لو حضرتك تنزل تشوف بعينك حاجة محترمة. الأشجار القديمة بتاعت سينا بتاعت الزيتون كلها راحت ولا كلها؟ ما تبقى منها؟ لا لا كلها تقريبا، يعني في مجال مكافحة الإرهاب في مناطق في أماكن معينة، ولكن أنا شفت بالزبط. أشجار لسه قديمة تأثرت. موجودة لسه تأثرت هي. أنا بكلم حضرتك أستاذ محمد على القرى، على القرى هي تأثرت عشان أنت سبتها وهم بالزبط. كانوا محتلين الأماكن بالزبط. دي الإرهابيين بالظبط بالظبط صح بالظبط. طبعا دول ما بيبقوهمش شجر ولا بيسقوه، لا هم بيقطعوا يعني لا يهمه شجر ولا حجر، يعني هو بيهدم أي بنيان أي بنيان قائم، ولكن يعني أفضل بنيان طبعا الإنسان، الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. ففي الحقيقة يعني التأثر تأثر وجد، لك الحمد لله في تعويض وفي العودة وحق العودة موجود بالنسبة للناس عادت وبدأت تزرع، يعني هي استركت الأرض وأصبحت يعني حطام، والأشجار أصبحت يعني حطب، ولكن الحمد لله بدأ الناس ترجع وتبدأ تزرع مرة أخرى، يعني خاصة في منطقة بئر العبد وجنوب بئر العبد والتركيز العريش وجنوب العريش وكذلك في الشيخ زويد، بدأت الناس تستعيد الماضي اللي فيه الزراعات المستقرة. وبالتالي لدينا إن شاء الله الزيتون، زيتون السيناوي بصفة خاصة لأنه في الأرض المباركة إن شاء الله حيكون هو المنتج وليه تسويق عالم بإذن الله، لأن وضعت مستهدفات للاستفادة من هذا المنتج وهذه الزراعة. طبعا أنت بتتكلم على سيناء طبعا. وده بالنسبة لهم أساسا برا حيكون هو المبارك واللي جاي من الأرض المباركة. بس أنا برضو حاخدك في منطقة أخرى، إيه رأيك تكلمنا عن الإسكان؟ فاكر لما تقدمتم اتخذت أنا ماسكهم لأنا فاكرك، أنا أذكرك بواقع مع الدكتور مصطفى مدبولي أيامه هو رئيس هيئة التخطيط العمراني. ده صحيح، وهو رئيس الوزراء الحالي طبعا وإحنا نقدره ونحترمه. يمكن كان أنا اعترضت على إنشاء مدينة مليونية شرق بورسعيد في المنطقة الرخوة اللي هي الصبخية اللي هي سهل الطينة، وقلت المنطقة دي لا تصلح للحملات الميكانيكية، هو كان إنشاء مدينتين، مدينة في سوهاج ومدينة شرق بورسعيد، فقلت لو أنت اتخذت شرق الكلام ده في الألفينات في 2007 وأنت ساعتك كنت موجود كبرلماني عن بورسعيد، فإحنا قلنا لا المنطقة دي لا تصلح وبتحتاج نوع من الخوازيق ونوع من معالجة التربة والكلام ده كله، لكن لو اتجهت شرقا أو كلها يعتبر في مصر، يعني وإن كانت اختصت في سيناء. فالحمد لله هي تمت إنشاء مدينة تحت مسمى سلام مصر تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي احنا بنسميها عندنا بورسعيد الجديدة. أيوة أنتوا بتسموا بورسعيد عشان بورسعيدية طبعا. أيوة داخل زمام المدينة بورسعيد. فهي طبعا هي كل مصر كلها يعني. وكذلك حاليا بيتم إنشاء في نفس المكان اللي أنتوا اقترحتوه تمام وعلى الشاطئ، منطقة رملية وبالقرب من شاطئ البحر المتوسط عند ناحية رمانة، بالإضافة إلى أو شمال بلوزة. بلوزة لأن الفرع السابع كان بلوزيوم الفرع السابع لنهر النيل اللي هو يعتبر منطقة طينة وفيها مدينة الفرمة، مدينة الفرمة الأثرية. يمكن مدينة رفح الجديدة واللي أعلن عنها في خلال الشهر الحالي، يمكن هناك تجمعات تنموية حوالي 27 تجمع تنموي جديد، يعني تجمع تنموي مع ملحق مع كل منزل 5 أفدنة، ده جديد. ايوه تجمعات تنموية في شمال ووسط سيناء وجنوب سيناء، 27 تجمع تنموي يدي لك بيت وخمسة فدان، بيت مع 5 أفدنة، يعني تجمع زراعي وفي تجمعات صناعية، وإضافة لقرية صيادين في ناحية تغزوان في منطقة بئر العبد. قرية صيادين حوالي 200 بيت مخصصة للصيادين وأبناء الصيادين ومراكب اللي توزعت عليهم. طبعا هو في المراكب قائمة موجودة، ولكن هناك يعني نوع من تطوير بحيرة البردويل، تطويرها لكي تعطي إنتاج أكثر، وبالتالي إحنا يعني يمكن مفردات التنمية لا تتوقف وتحتاج إلى مساحة واسعة من الحديث. إن شاء الله يكون هناك تغطية عالمية لها في خلال من هذه المناسبة. شيخ سليمان وانت شاب صغير هنا كنت بتشتغل بتعمل إيه؟ أنا كنت مع شقيقي السشد ده، كنت مرافق لي دايما على دايما. طول علشان كده كنت يعني لما استشهد إن شاء الله عند ربنا مش شهداء يحتسبه من الشهداء الله يرحمه اللهم صل على سيدنا محمد، كنت فاهم الدنيا ماشية إزاي وكنت جاي متعلم مش لسه أتعلم. أيوة لكن كنت بتشتغل ولا كنت بس مرافق لشقيقك في حته مرافق في المنطقه؟ مرافق لشقيقي بالفعل، احنا عندنا مزارع الزيتون مزارع الزيتون والكلام ده كله تقريبا حوالي 9200 شجر الزيتون، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. اما رجعنا الاراضينا هنا مفيش اي حاجه، بدانا اعاده عمار من جديد. وفروا لكم شتلات الزيتون وجابوا لكم الزيتون وحفروا لكم الابار؟
بالظبط كده فندم، يعني قوات مسلحه مشكوره ساعدت المنطقه كلها مش علينا احنا، انا بتكلم على المنطقه كلها. تقريبا في عدد من الابار من خلال المشايخ وخلال الكوادر اللي تم توزيعها على مستوى مركز الشيخ زويد تحديدا. الشيخ زويد بالذات وتم التوزيع عليه. بالظبط كده فندم. زمان انت كلمتني على البنيه الاساسيه انها اختلفت. رحت رفح وشفت رفح الجديده؟ رحت رفح وشفت رفح رأيك الجديدة. إيه؟ رأيي ان هم دلوقتي معالي وزير محافظ والدولة المصرية مطروحة بكراسات شروط الأولوية لأبناء رفح المتضررين دلوقتي الحالة في المناسبة دي دلوقتي بيتم التقديم ليها، وبعد كده مركز ومدينة الشيخ زويد في الأولوية، وبعد كده مركز العريش. كنت زمان لما تقعد تتكلم وتقول أنا عايز تنمية وما تنسوش سينا، كانت المسألة بالنسبة لنا ان في ارادة لا بلاش الوقت شمال سيناء، كنت حاسس بيها؟ طبعا هو يمكن كان التنمية بتصير كان ببطء، لكن احنا لا ننكرها طبعا، ولكن كانت بتصير ببطء لعدم توافر اعتمادات، لكن هناك يعني الوقتي تم كسر هذه القاعدة حتى يعني ادفع بالتنمية وتجد الاعتمادات امامك متوفرة. ليه؟ لان مستهدفات سيناء بغض النظر عنها مستهدفات أمن قومي، لكن هي طبعا بقعة غالية وتقع في قلب القيادة السياسية وفي قلب قوات المسلحة وفي الشعب المصري بصفة عامة، لها ذكريات طويلة، وطالما الدماء اختلطت في هذه الأرض فإن شاء الله يطلع منها نبت طيب بإذن الله. دايما كنت عندكم مشكلة أو كانت ناس تنظر إلى اللي عايشين في سيناء وبحنا بيسمون بدو سيناء، وده شيء يشرف الجميع طبعا، واهل سينا انكم البداوة اصل الحضارة. انتم مش عايزيننا كاغراب، ولكن فجأة تمتد حدود الاسماعيلية، تمتد حدود بورسعيد، ونكتشف انكم مش بس بترحبوا، ده انتم بتطالبوا بالمزيد. يعني انت كنت اول من طالب ان تكون المدينة المليونية على حدود شمال سيناء في قلب سيناء على البحر. يمكن هو التوطين والاستقرار بيمنع الفراغات المشجعة، أي فراغ بيكون مشجع لمحتل، لأي محتل يشوف المكان فيه فراغ، ولكن وجود المكون السكاني في المكان سواء سكان مع تنمية متكاملة هيعطي منعة وقوة، إضافة للقوة طبعا القوة اللي هو الدرع الواقي القوات المسلحة، لكن لما يكون فيه سكان وتواجد سكاني هيعطيني إيه؟ ثبات على الأرض واستقرار، وده كان احد مستهدفاتنا. يعني طبعا احنا معلوم ان ابناء سيناء بصفه عامه لهم امتداد في الوادي النيل بالكامل، احنا برضو نامل ابناء الوادي بالكامل يكون لهم امتداد في سيناء حتى يكون هناك نوع من التوطين والاستقرار ونوع من رفعه هذا المكان، لاننا نعتبر مستقبل مصر ان شاء الله يكون في سيناء. انا كتبت مقاله ونشرت اسمها مستقبل مصر في سيناء، وعلى فكره احنا متاكدين ان مستقبل مصر هيكون من سيناء ان شاء الله، نعمل ذلك متأكدين، ومن زمان ومنذ سنوات بعيدة أن القطعة دي من الأرض، الجزء ده من قلبنا ومن الوطن الأم، فعلا هو المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا من هنا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، ضيوفنا أعزاء في وطنكم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق. واسمحوا لي ان انا قبل ما ابدا ويعني اطلق الافتتاح ان اقول لكم ان احنا من سنوات قليله مضت كان المكان اللي احنا موجودين فيه ده كانت ارض فاضيه خالص، وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضيه تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها، وكان حلم. والحمد لله رب العالمين خلال يمكن 5 سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعة الاتحادات المختلفة. احنا بنتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة، لا احنا بنتكلم كل المسابقات كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه
المسابقات على المستوى الدولي. مش عايز اطيل عليكم، بهني مصر وبهني شعبها وبهني انفسنا، وكمان بهني اشقائنا العرب على ان احنا يعني يبقى لدينا في بلادنا العربيه منشآت رياضيه تليق بشعوبنا. يعني برحب بكل الوفود العربيه مره تانية، بشكركم على حضوركم واتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معنا، ونتمنى ان انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطوله، ولكن ايضا يكون من ضمن التنظيم فرصه ان احنا نعطي اشقائنا فرصه لان هم يشوفوا جزء من اللي احنا على الاقل في العاصمه وبعض المقاصد الاخرى. مره ثانيه برحب بكم وبشكر كل اللي ساهم في اخراج المنشآت ديت والمدينه ديت وغيره وغيره في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده، منشآت ضخمه في كل مكان. فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح، وانا بتكلم على الشركات المصريه وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ف على بركه الله، واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطوله العربيه العسكريه للفروسيه، واتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا جزيلا. متأكدين ان مستقبل مصر هيكون من سيناء ان شاء الله، نعمل احنا ذلك متأكدين، ومن زمان ومنذ سنوات بعيدة ان القطعة دي من الارض، الجزء ده من قلبنا ومن الوطن الام، فعلا هو المستقبل، لان انت لسه فراغ، لسه موجود الناس، ولسه موجود الإرادة ان احنا نشتغل، واخيرا تم ضخ المليارات الحمد لله. بتكلم على 70 80 مليار. يمكن انا بقى انوه لشيء بسيط، ان إرادة، يمكن الإرادة حضرتك ذكرت، هناك إرادة سياسية تولاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014. يمكن اول ما ذكر، لو انا حضرتك يعني ذكر قد يكون شيء بسيط ولكن هو شيء له اهتمام باعتبارك صياد برضو. انا صياد، وذكر صياد جامد. ذكر بحيرة البردويل اول ما ذكر في عام 2014، صحيح، اثناء البدء انشاء قناة السويس الجديدة، وكان محل اهتمام، وقال لهم بنوه عليها على شيء بسيط. لكن طبعا هو اهتمامات كثيرة يعني، ولكن كان هناك ارادة وعزيمة ان انا ابدأ في بقعة معينة، وبالتالي تم تطهير وتطوير البحيرات الشمالية بصفة أساسية لكي تعطيني مردود عائد، وعائد أنا عندي أكثر من 3000 كيلو مسطح، كيلو شواطئ لابد أن نستفيد منها، لابد أن تعطيني مردود اقتصادي يضاف كثروة سمكية بالإضافة للثروة الحيوانية بالإضافة للثروة الزراعية، كل هذا يعطيني مردود وعائد. أنا يعني نأمل إن شاء الله أن يكون طبعا القيادة السياسية لديها يعني القدرة والإرادة بإذن الله والتوجيهات، وإن شاء الله يكون الحكومات على تعاقبها بتنظر رضا الرعاية لسيناء بصفة خاصة، لأن سيناء يعني إذا كانت هي نقطة اتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وإن أخذنا مقولة البوابة الشرقية وأنها مقبرة الغزاة، فأنا إن شاء الله تكون هي منبت التنمية بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. سؤال الأخير الشيخ سليمان، شباب سيناء دلوقتي بيشتغل في سيناء ولا لسه عايز يخرج بره سيناء يشتغل في القاهرة وفي السويس واسكندرية؟ لا، في بداية شغل مع المشاريع القومية، في بداية عمل بالفعل، ولسه بعض المشاريع عم تكمل، يعني تقدر تقول بنسبة 70-80% ان شاء الله رب العالمين على المشاريع القومية اللي شغال في المحافظة دي ما يكونش في بطالة ان شاء الله رب العالمين. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا الشيخ سليمان ابو قبال. نوجه تحيه بس للقياده السياسيه وقود. نوجه تحيه للقياده السياسيه ممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وقواتنا المسلحه بجميع افراحها، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد تحرير سيناء. بشكرك على السيد الرئيس. كل سنه وانت طيب، وايضا الصديق العزيز النائب المخضرم طبعا، تحيه للشعب الرقيعي. تحية للشعب المصري بصفة عامة، وبهذه المناسبة الطيبة تحرير سيناء، وتحية للقيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة وهيئة الشرطة وكافة الأجهزة المعنية في الدولة إن شاء الله، ونأمل بإذن الله أن ننطلق من سيناء انطلاقة لها ما لها بإذن الله، وسوف يتحدث بها العالم بإذن الله. بإذن الله. بارك الله. زي ما قلت لحضراتكم، ويمكن هتتابعوا ده خلال الحلقة، وأنت بتحتفل بانتصار حققته زمان ونجاح
بعد طول انتظار، انت ما تقدرش تنكر ابدا ان هناك انتصار اخر تم، وان انت تعطلت، وان انت كان في كابوس ساهمت مرة تانية بأبناء سيناء في إزالة هذا الكابوس. وخدوا بالكم أن أي حاجة بتصيب سيناء وشمال سيناء هي إصابة لمصر كلها، بتعاني منها كل مصر. إنما أنتم تتحدثون عن شباب وقبائل ما سابوش مصر ولا بطلوا يحبوا الأرض دي، واستعدوا ودفعوا مرة واتنين وتلاتة تمن ان انا اقعد القعدة ده في هذا المكان هنا هو بكل هذا الامان بسبب اللي هم قدموه من تضحيات. هنستمر معاكم الحياة اليوم. كان لازم اختم البرنامج النهاردة مع شخصية هتقدر تربط لنا كل الأحداث، هتقدر تربط الأحداث القديمة بالجديدة، هتقدر تربط المعنى انك انت تحتفل بعيد تحرير جزء من مصر، وتربط ايضا الرؤية للمستقبل في الفترة القادمة. ضيفي في هذه الفقرة الشيخ عبدالله جهامة، شيخ قبيلة الترابين وايضا رئيس جمعية المجاهدين. أهلا بيك معايا في الحياة اليوم. شكرا جزيلا وأهلا بيك، والحمد لله على سلامة، وشرفت ونورتونا في شمال سيناء. أنتوا اللي منورين مصر كلها. الله يكرمك. والله العظيم. الله يكرمك. وكل سنة وأنتوا طيبين. طيب الصحة والسلامة. أنا عارف إن أنتوا دايما بتشوفونا وتشوفوا الإعلام كتير وإلى آخره في أعياد تحرير سيناء وغيره وغيره. سنة عايز أطلع بيك برا الرسميات. لما يجي يقول لك 42 سنة على عيد تحرير سيناء، ايه اول صورة بتيجي في ذهنك لما تسمع الكلمات دي؟ هو لا شك انه عيد تحرير سيناء 25 ابريل لم يأتي من فراغ، وعيد تحرير سيناء يمكن جاء بعد يعني انتصار عظيم هو 6 اكتوبر، بعد ان انتقلت في 5 يونيو 67 الدولة المصرية للضفة الغربية، ولم يتواجد في سيناء الا ابناء سيناء ورجال المخابرات الحربية، وانشأ الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه في ذاك الوقت منظمة سيناء العربية، وهذه المنظمة انخرط فيها معظم شباب سيناء، ويمكن من كان بعد 67 وحقيقة هذه المجموعة من ابناء سيناء مع قواتهم المسلحة عملوا جهد كبير جدا جدا في رصد تحركات العدو كبيرها وصغيرها، بل زاد على ذلك أعمال تفجيرية وأعمال إعاقية لتقدم العدو يوم القناة السويس. وشفنا وشاهد العالم حينما أنشأ العدو الإسرائيلي خط برليف على الضفة الشرقية لقناة السويس، وأوهم العالم كله أن لا يمكن أن يجتاز هذا المانع الاستراتيجي المقاتل المصري أبدا، وأنهى الموضوع كل وفود العالم، والوفود العسكرية أكدت هذا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في 6 ساعات كان المقاتل المصري بيرفع العالم على الضفة الشرقية لقناة السويس. طب أنا هسألك سؤال، في اللحظة اللي بدأ فيها الهجوم على خط برليف أنتم تحركتم داخليا هنا؟ كنتوا عارفين أن فيه هجوم؟ احنا ما كناش عارفين، لكن من خلال الاشارات اللي بتيجي للسلكية ان في شيء حدث هيحصل، والحدث اقترب تماما، لكن ما عرفناش الا وقت الساعة 2:10 ظهرا لما حصل الضرب. عملتوا ايه ساعتها بقى؟ كنا على مسافة 250 كيلو من قناة السويس، وكنا قاعدين هنا والمجاهدين كلهم، فبدأوا يعملوا عملية ذياب منفردة، فكل منهم يعمل إعاقة الطرق، نسف الكباري، العربيات بتاعت المصريين بيتم نسفها، عملوا جهد كبير جدا. يعني اشتبكتم مع العدو؟ اشتباك قوي جدا، وإعاقة تقدمه ليوم قناة السويس، هذا جهد كبير جدا قبل المجاهدين، وهذا دور وطني لا يرجو فيه إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة الشعب المصري والجندي المصري أصبح عنده غل في نفسه أنه لابد أن تحرر سيناء بجهد وإخلاص أبناء مصر. واسمح لي في هذا اليوم العظيم أن أقدم شكري وتقديري لرجال القوات المسلحة أينما تواجدوا على أرض جمهورية مصر العربية، وأقدم الشكر أيضا إلى رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وحقيقة انتهينا تماما للإرهاب، وعاد سيناء إلى حضانة الأم مصر، ونحتفل 25 أبريل من كل عام، والشعب المصري كله يحتفل بهذه المناسبة العظيمة. طيب خلينا ننتقل بك على طول كده يا شيخ عبد الله. بعد التحرير أمال أهل سيناء كانت كتير، والطلبات كانت كتير، والاحتياجات كانت كتير،
امتى بدات تشعر انها بدات تتحقق؟ لا اخفيك ولا اخفي المجاهد العظيم انه بعد ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي بدات تصبح عندنا قناعه ان في اراده سياسيه لتنميه سيناء تنميه حقيقيه، وهذه الاراده تجلت في مشاريع عده منها انفاق على قناه السويس. بعد ما كان المواطن السيناوي او المتردد على سيناء بيقعد 5 ساعات و4 ساعات على قناه السويس، الان في 10 دقائق زي ما شفت سيادتك جاي 10 دقائق بتعدي من خلال الانفاق، هذا انهى عزله شمال سيناء تماما. ثم المشاريع العملاقه في سيناء، مشاريع كبيره جدا، شبكات طرق، ايضا الجامعه، احنا الان في جامعه العريش، هذه الجامعه انشاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم ايضا توسعه ميناء العريش، هذا الميناء اصبح ميناء عالمي. وربطه الميزة أنه ربطه أيضا بميناء نويبع على البحر الأحمر، فمعناته ربط البحر الأبيض وربط البحر الأحمر بسكة حديد، هذا شيء إنجاز يظهر الإعجاز. ثم أن هناك مستهدف من محطة تحرية مصرف بحر البقر استصلاح واستزراع 350 ألف دان في وسط سيناء، وهذا حيعمل نقلة كبيرة جدا جدا، وهذا حقيقة المشاريع عملاقه كبيرة. احنا بحقيقة ابناء سيناء بنطالب وبنرجو من المشاهد وبنرجو من كل صاحب قرار ان سيناء هي ملك لكل شعب مصر. سيناء تعطرت عليها زهرة شباب مصر، ما فيش محافظة اليوم مصاب او شهيد على ارض مصر بعرض سيناء، فبالتالي ان الاوان ان يعود والدور تبصر اجراءات لجذب 5 مليون الى سيناء. يعني الشيخ عبد الله انت بتتكلم في حلم، انا عايز اوقفك هنا. زي ما حلمنا في الوسيم كنا دائما، ويمكن انا اتناقشت النهارده اثناء الحلقه مع عده قيادات الحقيقه وعواقل، كنا زمان بنعتقد انكم ما كنتوش عايزين اهل المدن واهل القاهره واهل لا 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 لا، لا حد يفكر، هذا المغرض ومش وطني بيفكر بهذه النظرة. انت دلوقتي بتقول تعالم لسيناء والمواطن وعايزين 5 مليون، والمواطن السيناوي هو النواة الحقيقية لأي مجتمع قادم. طبعا احنا شفنا المشاريع اللي قامت بها القوات المسلحة، 5 أفدنة ومزرعة، هذا شيء ممتاز جدا. انا حقيقة اللي انا أول كبير جدا في ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة ان يولي سيناء هو اولاها فعلا، واعمل انجاز عظيم جدا، وهذه اللي حقيقة كنا بنتمنى ان تسهيل النفق، لكن حقيقة الان اصبحت ثلاث انفاق ومشاريع كبيره جدا، وما قلناش اكتفينا، بقول هل من مزيد، ولكن بنطالب الحكومه والحكومه القادمه ان شاء الله انه يكون في توجه لعمليه جذب مواطني الدول الدلتا الى سيناء حتى يعودوا الى اراضيهم في سيناء، وتكون سيناء فيها 5000 او 6 مليون من مواطني الدلتا لسيناء حتى يشكل السد البشري والمانع البشري على الجبهه الشرقيه. احنا شفنا اللي بيحدث استاذ مصطفى حوالينا، شفنا اللي بيحدث في السودان، في ليبيا، في غزه، جوارين. احنا بنحمد الله ان عندنا استقرار امني، وهذا بيرجع الفضل لله سبحانه وتعالى والقياده السياسيه اللي بتقود السفينه في امواج عاتيه، ولكن بفضل الله احنا ثقتنا فيها كبير جدا ان احنا حريصين على الاستقرار الامني، حريصين على السلام، ومصر لم تتاخر مع الاخوه الفلسطينيه يوما ما من عام 1948. صحيح. والشعب المصري يدعم صحيح الاخوه الفلسطينيه وما زال وسيستمر هذا قدر مصر. لكن حقيقه كل الاعناق شفتوهم متكدسه الان في بطال العريش وفي المحافظه متجهه على الاخوه الفلسطينيه. الشعب المصري هذا كله من الشعب المصري والكيانات المصريه ومجالس القبائل وكل الاطياف المصريه دفعت 70% و80% من الموجود هو من شعب مصر ومن دم شعب مصر. مصر لن تتاخر القضيه الفلسطينيه، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يزيح الهم والغم عن اخواننا الفلسطينيين باذن الله. طيب خليني انتقل بيك لحته، زمان كنا بننظر الى شمال سيناء، انا كنت بعدي هنا زمان، ومن سنين كانت دايما منطقه طرد، كان ولادها عايزين يخرجوا يشتغلوا في القاهره وإيش اسكندرية ويسيبوها ويتعين بره ويروح يتعلم بره. النهارده الحال اختلف. الاهمال في العهود الماضيه عمل عمليه طرد لابناء سيناء، حتى المواطن اللي حريص على الثروه الحيوانيه انتقل الى الضفه الغربيه لقناه السويس، لكن الان الامور حقيقه استقرت تماما والامور عادت الحياه، وان احنا في سيناء حقيقه في جهد كبير جدا من الدوله بذل وحيبذل ان شاء الله لاستقرار المواطن، والمواطن السيناوي زي ما قلت سيادتك هو النواه الحقيقيه لمجتمع قادم. شفنا ايضا الجهد الكبير من الدوله، هذا حقيقه انجاز يظهر الاعجاز. فانا حقيقه كل الشكر والتقدير اولا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه والشرطه. سيناء دفع فيها ثمن غالي يا استاذ مصطفى من دم الشهداء من القوات المسلحه ومن الشرطه ومن ابناء سيناء، خسرنا في المعركه الاخيره 570 شهيد من ابناء سيناء ضد الارهاب. دفع فيها ثمن غالي، لا يجوز التفريط في حبه رمل من ارض سيناء زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاليه يوم 9 مارس يوم الشهيد، احنا لا تفريط في ارض سيناء. احنا كل الدعم للاخوه الفلسطينيه، وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يخلص ما بين الفلسطيني والفلسطيني حتى قضيه تنهض الى بر الامان ان شاء الله باذن الله.
هنتقل بيك برضو الى حاجه ثانيه. انا وانت قعدنا نضحك. صحيح. كنت وحشني قبل ما نبدا نسجل. صحيح. انا عارفك من زمان وبحترمك من زمان. الله يكرمك. قلت لها محمد انت بتتكلم على ايه؟ ده احنا كان عندنا 5-6 سنين هنا ما كنتش تقدر تقف معايا عند الجامعة ابدا، ولا تقدر تخش المكان ده ابدا. الاحتفالية اللي انت جاي تحضرها النهاردة دي كانت متوقفة بقالها سنوات، 5 سنين، ورجعت بس من السنة اللي فاتت. مظبوط. يعني انت عايز تقولي ان الجامعة كلها والحياة في الجامعة والتعليم وكل ده ما كانش موجود كل الاف الطلبة اللي حواليها دول؟ يا ريت الكاميرا تلف على الطلبة وعلى الجامعات والكليات الموجودة. هذا يا فندم احنا انحرمنا تماما، او المواطن السيناوي انحرم من احتفالات في عدة سنوات لقوى الشر اللي اجتاحت شمال سيناء، وكان الهدف استقطاع جزء من ارض مصر العزيزة وهي سيناء، وانشاء ولاية سيناء على هذه الدولة. هذا الموضوع اندثر بلا عود ان شاء الله، وبالفضل يرجع لرجال القوات المسلحة وخاصة رجال هيئة الاستخبارات العسكرية اللي هم عصب القوات المسلحة، الذين يواصلون الليل والنهار مع ابناء سيناء من اجل التنمية ومن اجل استقرار الامن في سيناء. ابناء سيناء حقيقة اذا جد الجد ونادى المنادي فهم في المقدمة في انتظار تنفيذ التعليمات. شهد الله، ايه اللي انت متوقعه من الشعب المصري لما يسمع عن 42 سنة عيد تحرير سيناء؟ عايز تقول لهم ايه؟ عايز تحكي لهم ايه سريعا كده؟ لخص لهم انت بتشعر بايه، وكلمة هذا العيد معناها ايه عندك وعند اهالي سيناء؟ هو لا شك ان احساسي هو نفس احساس المواطن السيناوي او المواطن المصري عامة. هو عيد تحرير سيناء عيد قومي بيتعمل فيه كل سنة، نحتفل بيه كل سنة، ونفس احساسي ونفس احساس المواطن. انا بنحس من في عز وكرامة حقيقة، طهرت سيناء من دنس العدو الاسرائيلي، وانهت الاحتلال الاسرائيلي في سيناء، واصبحت سيناء حقيقة حرة قوية ابية. ارادوا ان يلعبوا بسيناء مرة اخرى من خلال ولاية سيناء، منظمة سيناء، مش على الكلام اللي بتعمل ده. هذا جهد، هذا اندثر بلا عودة. وشفنا السنة اتخطفت في مصر، شفنا قديه انفلات الامني في مصر عام. لا تأمن على بيتك ولا تأمن عربيتك ولا تأمن على ابنك في الشارع. الان عندنا استقرار امني والشعب المصري مستقر، والدليل على ذلك ان في الانتخابات الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الجديدة تزاحم ابناء مصر عامة، لا اقول ابناء سيناء، على جمع التوكلات وعلى الصفاف طول اليوم على صناديق الاقتراح من اجل يدلوا صوتهم لتمسكهم بهذا الرجل اللي شعرت الناس ان في حقيقة إن هو اللي ينقذ مصر وهو اللي هيطلع مصر لبرا الامان. فالتحية لكم ولجميع الساده المشاهدين، والتحية لقيادات مصر، وبنقول لكم الحمد لله على السلامة، وبأرجو من الإعلام كله أن لا ينشط في 25 أبريل و6 أكتوبر بس، عايزين ينشط بفترة مستمرة على طول لينقل أهداف سيناء وينقل أهم المشاكل في سيناء، لأن حقيقة قيادات الحياة سباقة دائما سواء باتصالات أو باللقاءات أو بحضور. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك جدا على وجودك معايا في هذه الفقرة. الشيخ عبد الله بهامة، شيخ قبيلة الترابين ورئيس جمعية المجاهدين، شكرا جزيلا على وجودك معايا. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، أنا مش جاي علشان أغطي فقط لا غير عيد أو احتفالية. يا جماعة إحنا بلد ليها تاريخ، كل محافظة ليها تاريخ، كل محافظة لما تم اختيار اليوم القومي بتاعها أو عيدها تم اختياره بناء على أحداث، بناء على حدث علم في قلوب الناس، علم في قلوب الناس اللي عايشين في قلب هذه المحافظة أو هذه المنطقة، ولكنه برضو علم في قلوب التاريخ المصري، علم في ذاكرة التاريخ المصري. اوعوا تخلوا عيالكم ينسوا ان السينة دي شافت المر في 48، وشافته في 56، وشافته في 67، وشافته في 73، وشافته مع الارهاب. اوعوا تخلوا اولادكم ينسوا ان هذا الجزء من الوطن فضل يستنى كتير جدا ان انت تحطه على قائمة اولوياتك. ولما حطيته على قائمة الاولويات في قوة حاولت تقطعه من قلبك وتقطعه منك وتاخده منك وتمنعك ان انت تطوره، بس انت انتصرت عليهم، طورت وبنيت وتوسعت واسست، وحان الوقت ان انت تسمع وحضراتكم تسمعوا بنفسكم شيوخ وكبار وعواقل سينا بيقولوا ايه لكل الشعب المصري. تعالوا عندنا الى سينا،
بيدعوكم تيجم عشان خلاص الأمان موجود، الاستقرار موجود، والدور والباقي بقى علينا احنا كشعب ان احنا نتمتع بده. شكرا ليك على المتابعة، بشكركم ونلقاكم غدا بإذن الله. الحلال اليوم.